ما وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتيتم بالكتب؟ نبدأ أيها الإخوة في شرح الكتاب العظيم القليل في حجمه وأوراقه والعظيم في مدلوله ومعناه، إذ أنه الدين كله الذي بناه الشيخ يرحمه الله على هدي الكتاب والسنة، ألا وهو كتاب الأصول الثلاثة، والتي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي يرحمه الله تعالى، مجدد القرن الثاني عشر الهجري، والذي ملأت وطبقت مؤلفاته الآفاق، وذاع صيته بما وفقه الله له من نشر للعقيدة الصافية وذب عنها ومحاربة للشرك ودعوة لمنهج أهل السنة والجماعة، المنهج السني، المنهج السلفي، المنهج الذي عليه سلفنا الأول من الصحابة والتابعين رحمهم الله رضي الله عنهم أجمعين، والذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم. فألف في ذلك المؤلفات العظيمة القيمة، والتي منها هذا الكتاب النفيس. وعلى الرغم من أنني سبق أن شرحته في المسجد النبوي، ولكن كلما يعاد ويشرح يزداد الشارح نفسه فائدة أو يستفيد فوائد فضلا عن غيره ممن يستمع، وكلنا بحاجة إلى أن نتزود بالعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ وأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نبدأ في متن كتاب أصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية، طيب قف، استهل المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا التنبيه والدعاء: اعلم رحمك الله تعالى. وهذا استهلال عظيم وبداية مباركة بأن يذكر المرء بأنه بحاجة إلى رحمة ربه وبحاجة إلى عفو ربه وبحاجة إلى لطف ربه، فيدعى بمثل هذا الدعاء يدعو به كثير من السلف في مستهل كتبهم. وقد يقول رحمك الله، وقد يقول رحمني الله وإياك، قد يقول غفر الله لي ولك، ونحو ذلك من الأدعية المباركة والعبارات الطيبة. فينبغي للمسلم أن يسلك مثل هذا المسلك،
ويبدأ بخطبة الحاجة وبحمد الله والثناء عليه، ويدخل بمثل هذا المدخل الذي يفتح نفس القارئ إذا سمع هذه الدعوة المباركة: اعلم رحمك الله تعالى. فهذا دعاء عظيم ومدخل جميل للخطب والمؤلفات والمحاضرات والندوات، فينبغي أن نستهل بأمثال هذه الدعوة المباركة. ثم بين المصنف رحمه الله أنه يجب على كل مسلم وجوبا قطعيا عينيا متحتما أن يتعلم أو أن يعرف أربع مسائل، وهذه المسائل هي الدين كله، والتي هي الإيمان المبني على العلم، والعمل، والدعوة إلى ذلك، والصبر على الأذى في سبيل ذلك. لأن هذه المسائل الأربع هي الدين بأكمله. فإذا علم وعمل ودعا وصبر فقد استكمل شرائط الإسلام. ثم أخذ يفصل رحمه الله تعالى هذه المسائل، فبدأ بالمسألة الأولى وهي العلم أولا. والمقصود بالعلم هنا معرفة العبد ربه، والمقصود بالمعرفة الإيمان، المعرفة في مفهوم أهل السنة، لا المعرفة عند بعض المبتدعة الذين يفسرونها بأنها الوصول إلى مرحلة معينة تسقط معه فيها التكاليف، ولا المعرفة عند إبليس وجهم الذين يقولون يكفي العبد أن يعرف أن الله موجود، فإن ذلك غير كاف، بل هي عقيدة فاسدة. إذ المقصود هنا المعرفة الإيمانية، أن يعرف ربه بمعنى يؤمن به ربا، بمعنى أن يؤمن به ربا ويؤمن به إلها ومعبودا ويؤمن بأسمائه وصفاته، أن يعلم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيرتب على ذلك الدين كله. فلا يكفي أن يقر بالربوبية فقط، فإن ذلك الأمر مستقر حتى في نفوس الكفار والمشركين. ومما يؤسف له حقا أن نرى بعض المفاهيم عند بعض الجهلة وكأنهم لا يعرفون إلا توحيد الربوبية، ومع ذلك لا يفردونه بالعبادة، بل يتعلقون بأصحاب القبور والأضرحة يدعونهم من دون الله ويجأرون إليهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات ويظنون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. فمثل هذا الإقرار كما سيأتينا لا ينفعهم، الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا ينفعهم ولا يفيدهم شيئا. ولذلك ما نفع كفار قريش، وهم كانوا يؤمنون بالله ربا موجودا وجودا يخصه
لا يشكون في ذلك، ومع ذلك يعتقدون أن الأصنام والأوثان وسائط تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلم ينفعهم هذا الإقرار، إذ أنه لا بد من أن يعرف العبد ربه بمعنى يؤمن به في ربوبيته، فيعتقد أنه الخالق الرازق المالك المتصرف المتفرد بكل شيء والمدبر لكل شيء، ويؤمن بأنه الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده دون سواه، ويؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيثبت ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا لم يتحقق هذا فلا قيمة لكونه يعترف بأن الله رب، إذ أنه لم يقر بلازمه وهو أنه الإله المعبود الذي لا يوجد معبود سواه. ولا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بالإيمان به ربا وإلها ومعبودا ومتفردا بالأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك فإن المسلم إذا لم أو بأن فإن المرأة إذا لم يحقق ذلك فلا إيمان عنده ولا يعتبر إيمانه قائما، كما سيأتينا تفصيل ذلك. كفار قريش كانوا يؤمنون بالله ويقول أنه الرب الذي إذا طلب غلب، وأنه المالك المتصرف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا فقد عبدوا الأصنام والأوثان من دون الله، يؤلهونها ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها عند الشدائد ويدعونها من دون الله، وهم على يقين أن الله هو الخالق الرازق المالك، لكن يدعون أنها شفعاء تقربهم إلى الله وتوصل أعمالهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا فرق بين هؤلاء وبين من يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه في هذا العصر ثم ينقض ذلك بأفعاله، يشهد أن لا إله إلا الله ثم يأتي إلى ميت في قبره فيسأله المدد ويسأله الولد ويسأله الغوث ويسأله ما لا يجوز أن يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى وهو يدعي الإسلام. لذلك فإن كفار قريش وغيره من المشركين أفقه من عباد القبور في هذا العصر بمعنى لا إله إلا الله. قد يستغرب البعض هذا القول، شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل الطاعات كلها وتقول إنه مثل كفار وتقول إن كفار قريش أفقه منه؟ نعم، أقول إن كفار قريش أفقه منه، لأنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله ولذلك أنكروها، وهو عرفها ونقضها
عرفها ونقضها. فكفار قريش عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأنها تلغي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنكروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. استغربوا جدا، لأنهم يعلمون أن مجرد الإيمان بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها يلغي عبادة 360 صنما بجوار الكعبة آنذاك، اللات العزى واللات ومنات وهبل وغيرهم. فلذلك رفضوا أن ينطقوها ابتداء، لأنهم فهموا معناها، فهموا ماذا معناها ومدلولها، وأنها تدل على إبطال جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله. لكن انظر إلى كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا العصر ومنذ القرن الرابع الهجري، الذين يؤلهون أصحاب القبور ويفردونهم بالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والدعاء وطلب الحوائج والتبرك بمجرد النظرة إلى القبر ومجرد التمتع به، الطواف به والعكوف عنده الليالي والأيام، ويتخذ لذلك سدنة كما يتخذها أصحاب الأصنام القدامى وصناديق لجمع الأموال وصرفها على ذلكم الضريح الذي يعبد من دون الله. فإنك لا تكاد لو طوفت بلاد المسلمين ما عدا هذه البلاد ولله الحمد والمنة التي طهرت من هذه المناظر منذ 3 قرون أو 2.5 قرن، لا تكاد تجد بلدا بل ولا مدينة بل ولا قرية في بلاد المسلمين الأخرى إلا وتوجد فيها أضرحة قد شيدت وبنيت عليها القباب وجعلت عليها الستور وجعلت لها الصناديق لجمع النذور، ويطوف الناس بها ويتعلقون بها ويطلبون منها المدد والعون والغوث من دون الله والعياذ بالله. بل سمعنا من هؤلاء بمجرد أن يمروا بصاحب القبر من بعيد أنهم يقول مدد يا فلان، نظرة يا فلان، نظرة يا ست فلانة، ونحو ذلك مما يقع فيه الناس من الشرك. من هنا كان المشركون الأوائل أفقه منهم. صحيح أنهم لم يعترفوا بالتوحيد لكنهم فهموا معناه ولذلك حادوا عنه. أما أولئك يدعون التوحيد وينطقون به وهم ينقضونه بأفعالهم وتصرفاتهم لشبهة ألقى بها الشيطان في روعهم أو في روعهم. وهذه الشبهة أنه قال لهم أنتم أعمالكم ضعيفة وإيمانكم ضعيف وقلوبكم ضعيفة، فتحتاجون إلى ماذا؟ إلى دعم لهذا الإيمان. والدعم لا يكون إلا بماذا؟ إلا برجل أو امرأة، إلا بمخلوق من بني آدم ولو كانوا أنبياء أو حتى من يسمونهم بالأولياء، تتخذونهم وسائط بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. فينبغي بل يجب ويتحتم على المسلمين أن ينبذوا هذه المظاهر الشركية وأن يسوي بتلك المقابر الأرض
وتكون مقابر عادية لا ترفع فوق شبر، والشبر كثير، ولا تبنى عليها المقصورات ولا القباب ولا المقامات، ولا تجعل عندها الصناديق التي يجمعها الزبانية فيما بعد، زبانية المال، فيأكلونها، وقد اتخذوا تلك المقابر مصدرا للرزق المحرم الذي يأتي من طريق الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود بمعرفة العبد ربه، يعني يعرف ربه أي يعبده حق العبادة ويتقرب إليه ويفرده بالعبادة. وليس المراد المعرفة القلبية فقط، فلو كان المراد المعرفة القلبية فإن إبليس عليه لعائن الله يعرف ربه، فهل نفعه ذلك؟ ها؟ أجيبوا يا إخوان، لم ينفعه ذلك. هو يعرف أن الله ربه، وأن الله مالكه، وأن الله خالقه، وأنه مدبره، بل في كلامه عندما عصى الله عز وجل ما يدل على ذلك دلالة واضحة، فهو يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقسم بالله لأنه يعرفه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هو معترف ويعرف أن الله حق، فهو عصى على بصيرة. وكذلك فرعون يعرف أن الله حق، ويعرف أنه هو الذي يستحق العبادة، لكن أخذه الجبروت والطغيان والتكبر حتى كفر بالله سبحانه وتعالى ووقع في الكفر الأكبر، بل ادعى الربوبية والألوهية، قال أنا ربكم الأعلى، وقال في الآية ما علمت لكم من إله غيري ونحو ذلك من أقاويله الكفرية الخطيرة. فالكفار أكثرهم يعرفون الله عز وجل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، بل إن كفار قريش يعرفون إن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق، ومع ذلك كفروا وأعرضوا. فهذا أبو طالب الذي مات على الكفر والشرك في آخر كلمة قالها يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن هؤلاء يفقهون معنى لا إله إلا الله، خلافا لعباد الأضرحة في هذه الأزمنة فإنهم لم يفقهوها، بل يأتون بما يناقضها. فيجب علينا أن ننبههم بخطورة ذلك قبل أن ندعوهم إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج، والله يجب أن نبين لهم ذلك قبل هذه العبادات، لأن قبول تلك العبادات مشروط بماذا؟ ها؟
مشروط بإفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. فالذي يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم يأتي ويذبح إلى ميت في قبره أو ينذر له أو يدعوه أو يرجوه أو يتضرع إليه، هل يقبل عمله هذا وهل تقبل عبادته هذه؟ ها؟ لا تقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لذا فإن فهم هذا الأصل وهو معرفة العبد ربه هو أساس كل شيء. فإذا لم يقم هذا الأساس ولم يصح فلا قيمة للعمل ولو بلغ عنان السماء ولو بلغ مثل زبد البحر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المسألة مسألة توحيد ودين، لا يصح العمل دون أن يتحقق. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فاحذروا رحمني الله وإياكم من ذلك. الأنبياء عليهم السلام خافوا من الوقوع في الشرك وتضرعوا إلى الله جل وعلا أن يقيهم شره وأن يجنبهم إياه. فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يجأر إلى ربه ويلجأ إليه ويدعوه قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يا إخواني لا تهونوا من هذه شأن هذه المسألة فإنها سبب فرقة المسلمين اليوم وسبب انتصار أعداء الله عليهم وسبب خذلانهم. والله إن هذا أعظم أسباب الخذلان، التعلق بأصحاب القبور الذي يقع فيه الكثير والكثير من المنتسبين إلى الإسلام وعدم تحقيق التوحيد هو سبب ما يعيشه المسلمون اليوم، إضافة إلى ما يقع فيه المسلمون الذين سلموا من ذلك من معاصي وبعد وإعراض عن الله سبحانه وتعالى. فالحل موجود والدواء موجود لمن أراد الدواء الشافي، لمن سأل عن الدواء الشافي، ولمن سأل عن الطريق السوي فإنه يسير على من يسره الله عليه. أما من أعرض وتولى وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فهذا والعياذ بالله قد يصعب علاجه، لأن العادات الموروثة عن آبائه وأجداده مقدمة على دين الله جل وعلا، مقدمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. كما قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب.
إخوان نحن نقف عند هذه المسائل طويلا، لأنها الداء العضال الذي تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم. بعد أن عشش التعلق بالقبور في قلوبهم منذ أكثر من 1000 عام، بعد أن انحرف البعض بل الكثير عن الجادة الحقة، فتسمع دعاء غير الله هنا من بعض الوافدين عندما يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو البقيع أو الشهداء، بل وتسمع دعاء غير الله وأنت تطوف بالكعبة، تسمع من يهتف بدعاء المخلوقين من دون الله وأنت تطوف بالكعبة، وهذا أمر في غاية الخطورة. فهل يجوز السكوت بدعوى أننا نريد أن نلملم الناس وأن نجمعهم على ما يتفقون عليه دون أن يبين لهم التوحيد وما يناقضه، ودون أن يدعوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، ودون أن يبين لهم التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال والخبيث من الطيب؟ إخوتي وأحبتي في الله، إنها أمانة أحملكم إياها وأسألكم عنها يوم لقائه، ولا سيما من سيعود إلى بلاده، أن يحمل هذه الأمانة فيبلغها للمسلمين قاطبة، وأن يحذر أولئك الذين انحرفت فطرهم وتعلقوا بغير الله عندما يقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وعندما يقول طاغيتهم الذي يدعوهم إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، وعندما يقول الآخر ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الموت حيا. في شرك أكبر من هذا؟ هذا هو قول أعظم من قول فرعون، لأن فرعون وإن قال أنا ربكم الأعلى وقال أنا يعني وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكنه ما قال إنه يستطيع أن يجعل البحر سهلا والصخر رملا والميت حيا، لم يدعي ذلك أبدا، لم يدعي ذلك على كفره وضلاله وطغيانه، فإنه لم يدعي أنه يحيي الموتى، ولم يدعي أنه يرزق الناس كما يدعي أرباب تلك المعتقدات. كان أحدهم ونحن في بلد من بلاد المسلمين يدعو أتباعه ويحضر لهم الخبز من مكان أي مكان، ويقول إنه أحضره لهم من مكة، فورا مد يده فقطعت البحار والبراري والقفار وأحضرت لهم الخبز من مكة. إذن ما يحتاج الناس يعملون ولا يكدحون ما دام هذا قادرا على أن يحضر تلك الأرزاق لهم، ما الحاجة إلى العمل والزراعة والصناعة والتجارة وما إلى ذلك؟ تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فلا بد يا عبد الله أن نعي هذا الأمر. يعني البعض من الناس يقول لماذا تشغلوننا بالأصول الثلاثة والمسلمون يقتلون ويشردون ويذبحون في كل مكان؟ أقول وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما يجري المسلمين إنما هو بسبب بعدهم عن الله، بعد الكثير منهم عن الله،
وانهماك البعض منهم في الشرك الأكبر والبعض في المعاصي والذنوب والآثام. فلنعد إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى.